صباح النور من جديد مشاهدينا، وشكرا لكل من انضم إلينا في نصف الساعة الأخير من برنامجنا. يشغل فيروس كورونا بال العالم أجمع، بينما تتضافر جهود الأطباء والعلماء بهدف إيجاد اللقاح له، لكن تطرأ على بالنا أسئلة عديدة حوله. سنتشاركها مع ضيفتنا الاختصاصية في طب العائلة ومديرة مركز الصحة والعافية في الجامعة الأمريكية في بيروت، الدكتورة مايا روماني. صباح النور دكتورة مايا، يعني وصلنا اليوم صباحا معلومة من مصدر مجهول الهوية اسمه الدكتورة مايا روماني، نقلا عن جامعة جون هوبكنز في بولتيمور ماريلاند. أرقام مبشرة بالخير، فصلي لنا هذه الأرقام لو سمحتي. صباح الخير أول شيء لك، وصباح الخير لكل الناس اللي عم بيشاهدونا اليوم، وبحب كمان عايد الناس اللي عم يحتفلوا بالفصح اليوم وقل لهم فصح مجيد، وإن شاء الله يا رب هالعيد ما بيحملنا إلا كل خير وصحة وعافية. صح مظبوط، الحمد لله اليوم هي عيدية منيحة. طلعت امبارح بيانات من جامعة جون هوبكنز بأمريكا بتعطينا فكرة عن أعداد الوفيات لكل مليون نسمة بكل بلد. طلع تقريبا معدل الوسطي هو 20 إصابة وفاة لكل مليون بكل بلد، ونحن بلبنان الحمد لله لحد هلأ بعدنا برقم 3 بس، يعني عنا بس 3 وفيات لكل مليون حالة، وهذا الرقم مبشر جيد مش بس بعدد الوفيات، صراحة مبشر جيد كمان لأنه نحن بآخر 3 أيام وزارة الصحة زادت كتير عدد إذا بدك الفحوصات اللي عم تنعمل. يعني كنا عم نعمل بين 500 و600 فحص، صرنا 3 أيام عم نطلع فوق 1000 فحص، والأرقام الإيجابية عنا عم بتكون بعدها كتير واطية، يعني 5 حالات أول يوم و5 الثانية، وامبارح كنا بس بأربع حالات. فهيدي الحمد لله مبشر إيجابي جدا أنه إن شاء الله صرنا على المراحل الأخيرة لاحتواء الفيروس بلبنان. نعم، نحن بدنا نشكرك لأنه بعتي لنا هالخبر هيك مسج على الواتساب لكل واحد منا، قوت طاقتنا الإيجابية وبالتالي قوت جهاز مناعتنا. دكتورة مايا، يعني تتضارب الأخبار والتوقعات حول فيروس كورونا. أولا السؤال الذي يدور ببال الجميع وتتضارب الأجوبة حوله، هل يمكن أن يظهر الفيروس مجددا بعد اختفائه؟ هلا صح، نحن اخبارنا كثير منيحه وكثير حلوه، ولكن مش معناتها انه اذا نحن خفت الارقام عندنا هالقد انه الفيروس رح يختفي. نحن هلا صرنا بموجه بنسميها الموجه الخفيفه من الفيروس، وان شاء الله بالصيفيه رح نشهد كمان بعد تدني بالارقام الحالات الايجابيه، ولكن من المتوقع انه نحن اول الخريف واول الشتاء يرجع يجينا موجه من هالفيروس تكون اقوى اكيد من رح تكون هلا، لانه هذا الفيروس هو يعتبر من الفيروسات التنفسيه، ومثل ما كلنا بنعرف الفيروسات التنفسيه عاده بتشهد اذا بدك ارقام عالية بالشتاء أكثر، والأبحاث هلأ فرجت أنه بالبلدان اللي فيها برودة أكثر كل ما بتنزل درجة الحرارة 9 درجات كل ما بيزيدوا عدد الحالات تقريبا 11%. فنحن اللي متوقعينه هلأ أنه بالشتاء يرجع عنا موجة تانية، ولكن نحن بدنا ننبسط بهالموجة اللي هي هلأ حتكون موجة خفيفة لحتى الحكومة إذا بدك أو الدول جهز حالة لقدرة استيعاب أكثر، لحتى نجيب اللقاح أكثر تعطي مهلة حتى تلاقي اللقاح. صح، اللقاح والعلاج كمان. صح. نعم. طيب الفيروس مش رح يختفي، رح يضل موجة خفيفة موجة قوية، بالموجة الخفيفة منحضر حالنا وبالموجة القوية إن شاء الله منكون جاهزين. وهناك من يصنفون الفيروس إلى تصنيفات A B C، فصلي لنا هذه التصنيفات لو سمحتي. هلا التصنيفات هي باخر دراسه عملت على 160 نوع من الفيروس اذا بدك، فرجت انه هو اكشلي 5، يعني اي بي سي دي واي، حتى هيدا التصنيف هو حسب نوع البروتين يعني الامينو اسيد تبع الفيروس. هلا الانواع اللي عم بتجول اذا بدك على الكره الارضيه هن 8 انواع او 8 سترينز. نحن كل ما صار حول حاله المرض اكثر وعمل ميوتيشنز كل ما صار شوي اصعب انه الواحد يلاقي فيروس سوري لقاح او فاكسين، ولكن الخبريه اللي كثير منيحه انه هاي الفيروس عم يعمل ميوتيشنز ابطا بكثير اذا بدك بعشر مرات من فيروس الانفلونزا. فالميوتيشنز اللي عم يعملهم او التحولات عم بيكونوا كثير قراب لبعض وكثير بيشبهوا بعض، وبحب طمن كثير انه هالميوتيشنز اللي عم يصيروا منهم عم بيكونوا فتاكين اكثر او عم ياذوا اكثر او عم بموتوا اكثر، عم بيكونوا كثير بيشبهوا بعض، وهالشيء ببشر انه ان شاء الله في احتمال كثير كبير انه من هلا لكم شهر لقدام يصير في عندنا لقاح فعال لكرمال الناس تستعمله. انت من اي دوله بتتوقعي يوصل اللقاح؟ توقع
ما في تنقع معين هون فتنا بالسياسة إذا بدك تقول. كل البلدان فيها خير وبركة وكله عم يشتغل كتير منيح، ويمكن لو عنا إمكانيات شوي زيادة نحنا كنا يمكن طلع من عنا شيء. نعم. طيب بالنسبة للأطفال الذين يصابون بفيروس كورونا، هناك نسبة 1.7% من الأطفال يصابون بهذا الفيروس، مع أن الشائع أن الأطفال هم الأقل عرضة له. أين أطفالنا من فيروس كورونا؟ هلا هالارقام منا كثير حقيقيه انه 1.7. الاطفال معرضين مثلهم مثل الكبار للاصابه بالفيروس، ولكن الفيروس عند الاطفال بيتصرف بغير طريقه عن الكبار. يعني اغلب الاطفال يلي بينصابوا بالفيروس ما بيجي عندهم عوارض، واذا اجت العوارض بتجي بالطرق التنفسيه يلي هي العلويه، عم نحكي بالانف وبالفم وبالحنجره، بينما عند الكبار عم بياثر اكثر على الطرق التنفسيه السفليه مثل الرواية. فكتر خير الله عند الأطفال عم يجي خفيف من دون عوارض أوقات، ووقت اللي عم يجي عوارض ما عم بتكون كتير قوية أو حتى كتير مؤذية عند الأطفال. فبما أنه ما في كتير عوارض ما عم ينعمل كتير فحص لحتى نتأكد أنه هالأطفال إذا عندهم أو لا، لهيك النسب عم بتكون إذا بدك خفيفة. فنوعا ما بأغلب الحالات المرض خفيف عند الأطفال وهن الحمد لله محميين. هلأ مش معناتها هاي، بس بدي شدد على شغلة أنه إذا عندهم إياه خفيف أو بلا عوارض مش معناتها أنه ما بيعدي. لكن بدنا نضلنا كثير منتبهين انه حتى لو الطفل كان حامل للفيروس او مصاب فيه بدرجه خفيفه بضل يعدي الكبير. نعم. فعشان هيك الاساس هي الاجراءات الوقائيه. يعني كان خطوره هذا الفيروس بعدواه. تكلمنا عن اطفالنا، ماذا عن كبار سننا؟ الشائع انهم الاضعف من جهه المناعه. من هو كبير السن الذي ينجو من فيروس كورونا؟ ما في شيء بيقول انه مين بينجو ومين لا. المنيح انه 80% من الاشخاص حتى لو كانوا كبار بالعمر ممكن يكون عندهم فرصه انه الحمد لله يصحوا منه، وحتى ال 20% يلي بفوتوا على المستشفيات في بس 4% هن معرضين اكثر للوفيات اكثر من غيرهم يعني. وبيبقى في اكيد مثل اذا بدك كاتيجوري معينه او فئه معينه هي الاكثر خطوره يلي عنده كثير اختلاطات، يعني بده يكون اكثر من مرض مع بعض، قلب وسكري غير مضبوط حتى ما الناس تخاف. فبدنا نذكر حالنا انه نسبه الوفيات هي بس 4% بفيروس كورونا، وبيبقى الاساس هو الوقايه اللي هي التباعد الاجتماعي اللي بيجي بالرقم واحد. الكبار بالعمر لازم يضلوا بالبيت، ما يختلطوا كثير، واذا اولادهم احبابهم حابين يزورون بمراحل اذا بدك مش هلا بعدين بس تخف التعبئه بلبنان، لازم نحافظ على مسافه المتر ونص على القليله، واكيد غسيل الايدين وتعقيم الايدين. نعم، لا شك أنه نحن ضعف عمليا، والحرية مهمة بالنسبة لكل الناس. عندما نسمع بأرقام مبشرة بالخير كما التي ذكرناها اليوم من جامعة جون هوبكنز في ماريلاند، يمكن أن نستسهل بالأمر ونأخذ مدانا وحريتنا في كسر خطط الطوارئ. برأيك ما هي خطط الطوارئ المنطقية التي يمكن أن توفق بين سلامة الناس والأرقام المبشرة بالخير من جهة، والحرية والحاجة إلى الحرية والاقتصاد المزدهر من جهة أخرى؟ ما بعرف هيدي آخر كلمة المزدهر كثير بتزبط عنا بلبنان، بس الأرقام نحن عم نحكي للعالم العربي والعالم بشكل عام. صحيح. صح. الأرقام اللي اعطيناها هلأ هي دفشة معنويات تنكمل، مش دفشة معنويات تنرجع إذا بدك للحياة الطبيعية. الواضح هلأ أنه الوضع الاقتصادي رح يتأثر كله بكل العالم بهالظروف اللي احنا عم نقطع فيها. فالحل هو على الصعيدين، على الصعيد الرسمي إذا بدك وعلى صعيد الدول والوزارات، أنه تقوم بشغلتين. أول شغلة اللي هي يكتشفوا الحالات على بكير، فنحن بننصح عادة أنه يضل ينعمل فحوصات على صعيد كل المناطق وصعيد كل المحافظات. واثنين، الكشف المبكر للحالات، أنه أي حدا بلش يحس عنده بعوارض ينعمل الفحص بسرعة، وبالتالي ينعزل الشخص أو الحالة المشتبه بها. هذه أساسية. والصعيد الثاني هو إذا بدك على الصعيد الشخصي، انه حتى لو الحياه رجعت لطبيعتها، واكيد رح ترجع لطبيعتها، نضل محافظين على مسافه هالمتر ونص وعلى تعقيم الايدين والغسيل كمان. نعم، يعني كانه بكل الاحوال فتره الكورونا عززت فينا حس المسؤوليه. بدي انقل لك سؤال زميلي محمد غملوش بامانه، بعد فك الحجر الاجراءات الوقائيه الى ما تتحول؟ يعني كيف يصير شكل الاجراءات الوقائيه بعد فك الحجر المنزلي والتعبئة العامة؟
حتى سؤاله كثير مهم. حتى بعد فك التعبئه او بعد فك الحجر المنزلي الاجراءات الوقائيه مطوله، يعني احنا عم نحكي سنه تقريبا رح نضل بنفس الاجراءات يلي هي التباعد الاجتماعي، رح عم ضل اعيدها لانها هي الاساس، متر ونص بين كل شخص وشخص. اذا رحنا على محلات مكتظه، سوبر ماركت، رحنا على السوق، رحنا على محلات فيها ناس كثير، لازم نحط الكمامه الوقائيه على تمنا. اذا في حال رايحين اكيد بدنا نمشي بالهواء، رايحين على الطبيعه، نازلين نكزر، ما في داعي اكيد للكمامه. والشغله الثالثه يلي هي تعقيم الايدين، لانه الفيروس بينتقل عن طريق الاسطح، فنجرب قد ما فينا بالبيت. ما في داعي اصلا اذا ما في حدا عم بفوت على البيت نغسل كثير، بس نكون ظاهرين انه يكون معنا معقم نغسل ايدينا من وقت للتاني. شغله عم شوفها كثير موجوده وين ما كان مش بس بلبنان، يلي هي استعمال الكفوف. استعمال الكفوف هو استعمال صراحه خليني اسميه خاطئ، لانه بيعطي احساس خاطئ بالامان للشخص، فبينسى يرجع يعقم ايديه. فممكن كثير اذا عم يشتري غراض او هو عم بيعمل شيء بايديه يرجع من دون ما ينتبه يضبط الماسك او يحط ايده على وجهه او يضبط عويناته، وبالتالي بيزيد احتمال انتقال الفيروس. فنحن بننصح عاده بعدم استعمال الكفوف، بس نعقم ايدينا ونحط الكمامه اذا رايحين على اماكن مكتظه، وقد ما فينا نحافظ انه نكون شوي بعاد عن بعض. طيب هلا بما انه تعودنا على هالاجراءات حتصير الاشياء اسهل بعدين. نعم دكتوره مايا، نحن على ابواب الصيف وهيك يخطر على ذهننا السياحة. هل يمكن أن يكون هناك أي بشرة لعودة السياحة أو السفر إلى طبيعتها أو إلى وقعها ولو المدروس، يعني تعود تدريجيا كما ستعود الحياة بشكل عام؟ بما انه الفيروس كل يوم عم يجي عم نتعرف عليه اكثر واكثر، اللي بين هلا عم اقول لك كل ما دف الطقس كل ما ان شاء الله بتصير الامور للاحسن. فتح المطارات ما بفتكر رح يكون شيء واضح من هلا لشهرين، فممكن اذا بدنا نتوقع تحسن اذا بدك بشيء مش قبل اب، وان شاء الله الايام الجايه رح تفرجينا بلكي ان شاء الله نتائج منيحه. ان شاء الله وترجع الحياه لسعادتها ولطبيعتها وللحريه يلي بتعطي قيمتها. الاختصاصيه في طب العائله ومديره مركز الصحه والعافيه في الجامعه الامريكيه في بيروت، طمنتينا انت الدكتوره مايا روماني التي نعتز بها، شكرا لك. شكرا ويعطيك الف عافيه.